ما نوصل للفيسبوك ونوصل كمان للتويتر وكل مواقع التواصل الاجتماعي اللي بنعرفهم هلا، كيف كنا نتواصل قبل؟ اكيد كثير منكم رح يتذكروا ورح يضحكوا، بس يرجعوا هيك بالزمن لورا، رح نحكي عن هذا الموضوع اكثر مع مايا بوقتها. بونجور مايا. بونجور، كيفك اليوم؟ منيحة تمام؟ يوم بدنا نرجع بالتاريخ. ايه لازم مثل ما صغار نحن صغار اول ما بلشنا نستعمل الانترنت كنا نسمع كلمات مثل MSN ICQ MIRC يعني لحظة كنا عايشين عليهم وهلا ما بقى نسمع عنهم شيء كأنه اختفوا، العالم كتير تغير. ونحن من اول ما بلشنا الفقرة بنحكي عن فيسبوك تويتر سوشيال ميديا، بس هودي يعني اذا بدنا نرجع بتاريخ الانترنت جديد شوي، صح. يعني صار لهم يمكن 5 سنين، بس خلينا نرجع شوي للتسعينات اول ما بلش الانترنت. الناس يمكن عندهم حاجة يحكوا مع بعضهم، يلاقوا طريقة يتواصلوا مع بعضهم، وهلأ نحن بعصر التواصل الاجتماعي، بس أول ما بلش الانترنت كان لازم الواحد يخترع طريقة يحكي مع الأشخاص، اللي هو التشاتينج أول ما بلش، ICQ اللي كنت تحكي مع أشخاص ما بتعرفيهم حتى. فإذا بدنا نرجع شوي بالوقت عندي صورة لوجو MSN، هيدا يعني نحن ربينا عليها نحن وصغار، يعني من شي 15 سنة تقريباً. هلا مثلا سكر، يعني لاي درجه خلص وقته، هو العالم وقفته، بطلت كثير هيك تستعمله. اذا بدنا نقول بطلوا يستعملوا كثير، هيدا هو سبب اللي ادى انه خلص. هلا في اشياء بكره بيرجعوا بطريقه كمان بيعملوا لهم هيك ضربه قويه، مثل ما كثير قال شو كنا اللي عم نحكي عنه، ICQ لا عم نحكي على الويب سايت اللي تبعوله الفوتويات، مثل فليكر مثلا. إيه ما بعرف اذا بيرجعوا بيعملوا هيك كامبات كثير قوي، نفضه ما بتخيل، يعني طريقة التواصل كلها تغيرت. يعني الاشياء اللي كنا نعملها بأمسن وبهالقصص فينا نعملها كتير بسهولة واكتر مع فيسبوك. يعني يا بدهم يخترعوا شيء جديد للتواصل اللي هو رح يكون بعد فيسبوك، او هودي خلص صاروا من التاريخ، يعني بنتذكرهم بطريقه حلوه. في هيدي MIRC اللي هي يمكن اول وحده قدم وحده هيدي اللوجو، وICQ يعني في الله كثير قدام. هلا ICQ بعدهم لهلا، بس الناس ما بقى عم يستعملون، يعني كثير قليل. ما سكر ICQ بعده لهلا، بس خف، يعني بطل أكيد. صار عندنا كثير غير اوبشنز نستعملهم على الانترنت. هلا اول ويب سايت انعمل تحت العالم يصاحبه عليه ديتينج ويب سايت هو سنة 1994، يعني تقريبا من 20 سنة. كتير قديمة الفكرة، يعني الناس مش بس بدهم يتواصلوا، كمان بدهم يتعرفوا على شخص مهضوم على الانترنت، والانترنت سهل هالشغلة، يعني خاصة للناس اللي بيستحوا أو بيخافوا يقربوا، شاب بيخاف يستحي يقرب مع بنت أو هيك، الانترنت كسر هالحاجز اللي بيناتهم. صح، واكثر شيء درج الديتينج سايتس او هالقصص هو فيلم يوف جوت ميل، اللي انعمل احلى الافلام، يعني ايه يعني توم هانكس وماج راين بيكونوا شخصين بالحياه الحقيقيه بيكرهوا بعضهم، بس بينغرموا ببعضهم من خلال الانترنت اللي عم يبعتوهم. صح، هالشيء بيفرجي كيف انه الشخصيه اللي موجوده على الانترنت بتكون غير الشخصيه اللي عن حقيقه، يمكن بتفرجي وجهها من الشخص بيستحي يفرجيها او منها موجوده. هلا هي حسب الكاركتر وشو عباله يفرجي، يعني اوقات اذا بيكون بس بده يتسلى بطريقه تسليه انه ما بده يحكي هو مين، أكيد. في يتسلى ويكون مش هو، بس بمحلات تانية يلي انه عبالي قوله بستحي قوله بالحياه، فيك تقول في قوله ورا هيدي الشاشه الصغيره بدون ما يكون بيعرف مين انا، اكيد. وهون بيجي الخطوره انه بالنهايه هالشخص اللي على الانترنت في يخترع شخصيه، في يكون مثلا تيتا قاعده عم تقول انه هي شاب او العكس، يعني في الواحد يخترع حاله شخصيه، وهون بيصير في الخطوره. وهيدي الشغله اللي فيسبوك غيرها، انه اجمالا على فيسبوك الناس بيكونوا هن بيكونوا مستعملين اسمهم الحقيقي، والمشكله بتصير في نيم اكثر، بتصير دوسائي اكثر لانه بتعرف انك عم تحكي مع شخص حقيقي، وهيدا يمكن صورتك على الانترنت صارت اوفيشل. بس قبل كنا نستعمل نيك نيم، بتتذكري كان في شيء اسمه نيك نيم، يعني كنا نسمي حالنا مش اسمنا الحقيقي، بلاك روك مثلا، بلاك ايز، بلو ايز، هدول الانجل ايز. هلا بتحسيهم انه هالقصص صاروا قديم اولد فاشند. يعني هلا كيف هالقصص نرجع على لبنان، كيف فينا نستعمل الديتينج ويب سايت؟ لان في كثير ويب سايتات موجودين مخصصين للبنان كرمال شباب وبنات يقدروا يتعرفوا على بعضهم. بس في عنا ست عم بتفتش على عروس لابنها على فيسبوك، خلينا نشوف. مدام كبيره بالعمر عم تستعمل موقع تواصل اجتماعي لا تتلاقي عروس لابنها اللي هو هم الاهل، بنشوف الريبورتاج سوا. الحياه حلوه، طن سلوى عايده لابنها فريد تينقي العروس. ما
نحن اليوم هو بنقي عروسته على الترويقة وعلى الغداء وعلى العشاء. ما كان يعرف يرسي عبر، شايف علاقاته مع الواتس أب أكتر من علاقاته مع البنات. ما بيطلع لي إلا بس يترك وحدي بجيب الديبرسيون معه على البيت. افتح لي اياهم على الواتس ايديت لشوف. افتحهم. يي شو إلك معي؟ بدي اتعرف. خلينا نشوف البنات. Don't tell me when something is beautiful. And don't tell me how. لسه الشعر؟ لا لا. معقول؟ بالحمام؟ يا رب تنجينا. شو هيدا؟ كاتاستروف. يا رب دخلك هيدي هي. مام هتجوز. شوفي بشبير حلوة. لا كوميك يعني هيك. ايه هون نحن اكيد عم نمزح، بس يعني الامات اللي بيعرفوا يستعملوا بيفوتوا على فيسبوك بصيروا يفتشوا. هلا في كتير ناس صاروا عم يستعملوا كمان فيسبوك تا يتعرفوا على الاشخاص، في كتير ناس عم يتجوزوا من ورا الانترنت. هلا اول ما كانت عم بتصير كانت القصه شوي تابو انه معقول عم يتعرفوا على الانترنت، بس هي بالنهايه انه تغير طريقه التواصل. يعني كان قبل يقولوا لا اكيد غلط وعيب وعيب ومش ظابطه، هلا بتلاقيها كثير طبيعيه وعم بيعيشوا وعم بيعمروا مع بعض. يعني سبب ايه بيتعرفوا من خلال صديق على الفيسبوك او هيك اشياء. صح. العالم تغير يعني بطلت مثل قبل. هلا عملنا شوي ريسيرش وفتشت في ويب سايتات للديتينج بلبنان، خلينا نفوت عليهم شوي تنشوف أوكي. شو عم بيصير بهالدومين بلبنان. اوكي، اول ويب سايت رح نفوت عليه هو labdate.com. نلاحظ في قلب وعالم لبنان، يعني هون اللي حابب يتعرف على بنت او شاب لبناني داخل لبنان بيلاقي هون. اوكي، وهن كاتبين انه مسهلين اكيد للاستعمال، اكيد ببلاش وفيكم تعملوا كونكت عبر فيسبوك او تويتر او جوجل. طب هن شو بيستفيدوا من هول الويب سايتس اذا كانوا ببلاش؟ ليه بيستفيدوا؟ بيحطوا دعايات. وهن بيستفيدوا من الدعايات، وبما انه في كثير طلب عليهم معناتها كثير اشخاص رح يشوفوا هالدعايات، معناتها بيطلعوا مصاري. هلا في منهم بدك تدفعي تتعرفي، اللي هي بطريقه سكام يعني عم بيضحكوا على العالم، لانه ما في لزوم الواحد يدفع يتعرف على شخص على الانترنت. اوكي، وقايلين انه هن كاتبين عن حالهم انه شيء كثير جديد انعمل، فيكم تتعرفوا، يعني في ناس عايشين برا بدهم يتعرفوا على حدا لبناني بيقدروا يلاقوه هون. فيهم يعملوا مسجنج، فيهم يعملوا تشات، فيهم يعملوا فيديو تشات مثل سكايب كمان، يعني بيفتحوا كثير مجالات لطريقه تيتعرفوا على بعض. اوكي، اكيد يمكن بمطرح بحطوا معلومات عنهم، يمكن اكيد اجمالا بحطوا العمر اذا المهنه بركه او في شغله لفتت لي شوي نظري انه حاطين ريليشن شيب ستيتس، اذا شخص مجوز ولا سنجل، انه ليه رح يرجع هيك ويب سايت اذا انه اذا مجوز شو بدك بهذا الويب سايت من الاساس. يعني ايه بتتعرفي على مين مكان هون. هيدا اول ويب سايت. ثاني ويب سايت لقيناه هو lebanonhearts.com، وهالويب سايتات كثير بيعملوا دعايه لحالهم لانه بيشدوا كثير ناس لعندهم. واذا بنلاحظ هون حاطين انه عندهم 19305 اشخاص سايند اب على الويب سايت، يعني في تقريبا 20000 شخص عم بيستعمل هالويب سايت. في 20000 شخص عبالهم يعملوا يتعرفوا على شخص مقطوعين. هلا مش مكتفيين يعني بفيسبوك وبهالقصص. هلا الويب سايت شكله شوي قديم، يعني بيبين قد ايه في انوسع. بعدين مثل ما شفنا الام بالريبورتاج عم بتلاقي صور بنات، انه بالاخر في انا فتش على حالها صوره وحطها انه هاي انا، يعني هون في الريسك اللي هن. صح، بس هو بالنهايه اذا بيوصل معك لمطرح او بتوصل معك معه لمطرح انه بدي نتعرف وشوفك مثلا فيديو لايف، فيهم على سكايب، فيهم على حيالله، ايه ببلشوا بالفيديو اتصال، ايه وبعدين بيتعرفوا. يعني عاده بيتعرفوا، بيروحوا اول ديت. يعني كيف بتصير؟ انه اول شيء بيحكوا مع بعض، اذا حسوا حالهم بتسهل اول ستيب الصراحه. اكيد هيدي هي مزبوط، اذا انعملت بطريقه طبيعيه يعني بيتعرفوا اول شيء، بيبعتوا مساجات، اوكي اذا مهتمين بيكملوا بعض المساجات، يمكن بيصير في صور، بيصير في فيديو، وبعدين بيروحوا يمكن بيشربوا قهوه شي محل، بيقولوا لاقيني بهالمحل. هلا اول ما تشوف الشخص عن حقيقه بتكون حكي معه بس على الانترنت يمكن بتكون نقزه، يا بتقولي انه اه لا ما تخيلته هيك ابدا، يا بتقولي انه يليك شو مهضوم بعد اهضم من على الانترنت. يعني ما بعرف انا اذا بتساليني ما بعمله انه ما بحبه.
بتحسيها مش مظبوطه. ما كثير انه بحب خلص من اول امبريسيون وشوف حدا انه بحب التقى فيه بالغلط، بس انه ابره مبرم انه هيدا حدا او حدا يبعث لي هيدا وعبالي شوفك ما بحس اكيد انه يعني هي خطره شوي للناس خطره اللي... بس انه اوكي في عالم بحبه يمكن ما معهم وقت مثلا كمان جرب شي مرة. هلا في شغلة كمان انه مش بس للمصاحبة ويتجوزوا، فيك تعملي اصحاب على الانترنت. هيدي الشغلة يعني اهين الواحد يعمل اصحاب على الانترنت، لانه كيف بيلتقوا العالم؟ بيكون عندهم نفس الاهتمامات، هيك بيلتقوا. يعني افترض انت بتحب تزرعي، بتفوتي على ويب سايت كله عن الزراعة، بتلاقي هنيك ناس حاطين كومنتس بتعرفي عليهم، بتستفيدي من المعلومات اللي عم يعملوها. يعني كمان مش بس للحب، كمان للصحبة. يعني في الواحد يعمل اصحاب، وفي ويب سايتات من هالويب سايتات كاتبين انه مش بس ديتينج، كمان فريندز. يعني اذا بدنا نرجع انه فيسبوك كمان بيعمل هيك، بس هودي يعني اكثر مركزين موضوع واحد. صح. هلا في ويب سايت لقيته اسمه باتشيك ماتشيكي، اللي هو للاشخاص الارمن. باتشيك بتخيل بالارمني يعني بنت، وماتشيك اخذينها من ماتشينج، ماتش ميكينج، انه بيعرفوا شخصين على بعضهم، وعاملينه بكذا لغه، عاملينه بالانجليزي والفرنسي والالماني والايطالي. اوكي. هيدا للاشخاص اللي يمكن بدهم يلاقوا شخص ارمني وهن ارمن بدهم يتجوزوا، بفوتوا بفتشوا عليه على هيدا الويب سايت. اوكي مهضومين يعني كمان مركزين في كثير. في عدة ويب سايتس يعني كتار هن من لهلا صرنا شايفين ثلاثة. ايه في هيدا بس كمان. بالنسبة لانه هذا الموضوع بتحسي انه كتار يلي هن الويب سايتس اللي عم يفتحوا للديتينج. اكيد في كثير طلب عليهم. يعني في كثير شباب او بنات بيستعملوا الانترنت بفكروا انه بدنا نتعرف على شخص. فاذا هلا بنفوت على جوجل بنشوف قد ايه بيطلع لنا ريزلتس. بس تنكملهم على السريع، في كمان لبنيس كيوبيد دوت كوم، يا غرامي هيدا اسمه، يا غرامي دوت كوم. ليه؟ كله بنفس الطريقة، تعملوا ساين اب مثل ما بنعمل ساين اب، لوف ديتينج سايتس ان لبنان، وبيفرجونا الممبرز اللي أكثر شيء عم بيستعملوه. كمان في أشخاص عم بيستعملوه كثير كلهم. وحاطين كمان ديتينج تيبس، يعني نصائح للشخص اللي بده يعمل ديتينج، كيف يكون، كيف يتعرف على أشخاص، يعني تيساعدوا الناس يتعرفوا. اوكي. بس على السريع إذا بدك بنحط لبنيز ديتينج ويب سايتس على جوجل، في عنا 800,000 ريزلت يعني، بس في كتير. يعني هلا في كم وحده نحن فتحناهم، بس ليكو شو كتار انه الواحد بالبيت فيه قاعد يشوفهم على رواق تيلاقي يلي بيرتاح لهم. هون عم نحكي بس لبنان، بس يعني لبنان عم نحكينا برا، ونحكينا تتواصلوا مع العالم الخارجي يعني. ايه يعني اذا بنحط ديتينج ويب سايتس بدون لبنيز بقى الارقام ما بتخلص، ما بتخلص كثير. يعني طلعنا 138 مليون ريزلت. هون عندنا مثلا توب 20 توب 15، يعني اكثر 15 بحبون العالم. يعني الشيء اللي هن اهم شيء. ايه والشيء اللي بنلاحظه انه بعضهم العالم لهلا عم يستعملون. اكيد. لهيك نحن حبينا نضوي على هذا الموضوع، هالحلقه لهالموضوع. اكيد. بالنهايه يعني فيكم تنطروا الانترنت او يمكن ما تنطروا الانترنت، ما بتعرفوا كيف النصيب بيصير وكيف بيجي لعندكم. على كل حال يعني بنتمنى ما حدا يبقى لوحده، تحبوا بعض وكل شيء، بس انه خلوا قلبكم هيك كبير وحبوا بعض. انا بدي اتشكرك مايا، ورح نرجع نلتقى فيكي اكيد الاسبوع الجاي. واما هلا رح نتوقف مع فاصل اعلاني، واخر شيء ختام وهمسك مع الشيف شادي باول فقره رح يكون وحده، برجع انا بروح لعنده بكون هيك شهل اكثر بالطبخ وبالطبخه. خلص على بكير، بنرجع لعندكم بعد شوي.